አስታውስ ያንተ ማስታውስ ለምእመናን ይጠቅማልና مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. رسول صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة يا الله كاويم يا الله جنة ودنات بلو قدون أكبدو بتناقروا بتر إسلاي الحبشة إسلامي مصحف وچنا كاسيت وچمشتا بأستاذ محمد حسن الجنة ونعيمها بمير رئيس سياكر باللوك فتني هنا دستي السموال جنة تالاك ستوتانو جنة ودنو الحبشاني قوبنو ليونا قرن دياغنو الحبشة إسلامي مصحف وچنا كاسيت وچمشتا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا والنار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا اختار من خلقه للجنة سكانا واصطفاهم ومن بين جميع الخلائق وهم في أصلاب آبائهم هيأهم لها واجتباهم ولا يظلم ربك أحدا شيئا خلق جنة عدن بيده لبنة ذهب ولبنة فضة ملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران فقال لها انطقي فقالت قد أفلح المؤمنون. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أحمده سبحانه بجميع محامده التي لا يبلغ المحصون لها تعدادا وأشكره على نعمه الوافرة وخيراته المتكاثرة شكرا يليق بعظمته ومجده سبحانه هل تعلم له سميا. وأستزيده من فضله الواسع العميم ومن عطائه الجزيل الكريم وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين ومن أرسله الله رحمة للعالمين صلاة وسلاما متلازمين ما تعاقب الليل والنهار أرجو بهما شفاعته والورد على حوضه مع المتقين الأبرار وعلى آله وأهل بيته الأطهار وصحابته الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا أيها الأحباب الكرام في ذكر الجنة وأوصافها وأهلها وما أعده الله فيها لعباده المؤمنين من الكرامة والنزل العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يقال لهم يوم العرض الأكبر ادخلوها بسلام آمنين. ولعل الحديث عنها والتلذذ بذكرها يكون حافزا على الصدق في طلبها والرغبة فيها وتحقيق مراد الله منها ليحصل لنا فيها النعيم المقيم بجوار الرب الكريم وننعم بالنظر إلى وجه الله الكريم بكرة وعشيا. دور ساتشن الجنة نعيمها والطريق إليها يملي هنا جنة سقاوت شانا ودى السؤال الدرس ميشلو من قدوت سلا جنة ماورات ماوسات بتككل
سوچ سوال لما كجل ورسوا سوال لما فلق قرطون دي النسو قسقاشي هونال الله سبحانه وتعالى مدقمو كنيا يمي فلقون نقر عند الناس ساكامي ردل. استمع يا أخي المسلم إلى قول الله عز وجل، ويا أختي المسلمة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الله سبحانه وتعالى عنده سيل ود وندمنا تشي استي النسمع إن زياء الله هاني يمي فروسوك يوم نحشر المتقين إلى الله هنين يمي فروسوك بمن قسك قسات شوقزي أو سلات شوالة بمن سبسبات شوقزي إلى الرحمن وفدا ودا أزان يوغيتا الله سبحانه وتعالى لإكوان هنو بتلايو يمي أمرنا يا شبرقو مقواجا لاي يتقوازو ودا الله يمي دبتن أو سلات شو إلى الله. وقوله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إن زي الله يمي فروسوج ودى جنة بقروب بتندوق زيمي لالله إن السوء جنة سمتو وفتحت أبوابها لجنة بره اللام يكفت الله تشوال على الله سبحانه وتعالى. وقال لهم خزنتها تباك إيزا بن يوم ملاح تشوال سلام عليكم يا الله سلام بنا انت لايهن طبتم من انيا اماراتشوه من انيا يمت دستنيوشنا متاس دستناتشوه فادخلوها خالدين جنة زال لماوي ستهونو قبوب مالت يئياس لستو يكبلو التوالي لله سبحانه وتعالى. هل تعلم يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة ماذا في هذه الجنة من النعيم المقيم؟ لمهونو مسلم وندم من ناهت الزيه ما يقارد صقايا لو جنة وست من اندالة تاكالة شندي مهما جال في خاطرك أو تردد في ذهنك فاعلم واعلمي أن في الجنة ما هو أعلى منه وأتم بأيمر ولا يفلق نقر بملالس عندهم لباتشن عند فلق بوالل كم من نصبوا بلاي يتموالنا يلاكن ويلو. وقد صرح بذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه يهن نقر بقلت سياس كمتون لهالو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. متفق عليه. نبي عليه الصلاة والسلام سل جنة بهريسي منقروا منالو الله عز وجل بلوال لالو الله بلوال في الحديث القدسي لباري اوتشي يزقات جهوت للنزام الكام باري اوتشي اين ايتوت يمماياك جورو سنتوت يمماياك فمن نيوم سول بلاي ول بلو يمماياك يهونون يهونون نقروتشن ازقات شلات سوالهو نيلا مصداق ذلك في كتاب الله يزيه ما الرقاقج قرآن لاي يا الله كتاب لاي قرآن لاي تاقن يتالاتش علو فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين عندك نفسي يا من نيوم نفسي يا أين ما رفع يهون النا يتدبك اللاتش ونقر أهكم على الله من نفسي يا التاقم لمن جزاء بما كانوا يعملون فمسروت ملكام سرا من دا يتنسى إلى الله سبحانه وتعالى. ثم اعلم واعلمي وفقني الله وإياكم لطاعته ومرضاته أن الجنة من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الله سبحانه وتعالى جنة مالت الصوست يقبى ينعم
ولا يبأس دستنيا هنا من ما ينتشقر أقات مهم ويخلد ولا يموت لزلال من منورال في الصموت هاقن يوم لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه لبس ما يلكم والتاتنتم أي تنككم. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نبي عليه الصلاة والسلام منالو تتاري الطرال إن أنت جنة سوتشوي جنة كجبو بهلا برقت من أنت إن يامهوني جبات شهالت إن يالتهنو لزلال ما تتممم هي هنا تهلت نورم يجبات شهال في الصموت مبال لجرينك هتينك هتشوفنك هتشوفهم بوتات النتاتهم لتكتلو يجبال في الصوم أتارجم إن أرجم إن أنتم بدستا منور لتنوري قبات شالزي جنة وست شقرنا مكرامي بال في الصماء قنياتهم يهم يا الله قال معنا نو نودو تطروا يمي لو معناي نالو أنتلكم الجنة أنتلكم الجنة إنه لا تهجنة أورثتموها ورساتشها تال دسي بلا سيف والأخت المسلمة سؤالا أو أنت مسلم وندم من ناهت هوي باتنك الله تاتشن وست بلبات وست إياك إيمة أيهنا ما سعة الجنة وهل هي جنة واحدة أم جنان كثيرة يجنة الصفات من يأكليهن عندهم دمو عند جنة نويس بركاتها جنة بزو جنتوش ناتشو ويس اندي ملتياكي متال او اي مراتش اللاي من ملال لسي هنال لملسقن ويجيبك عن سؤالك وعن سؤالك الاول القرآن الكريم لما جمروا تياكي قرآن الكريم يتكبروا يا الله قال ملس انديه بمالات يستال سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله أو تشكد آدمو ودى الله سبحانه وتعالى مهرات ودى قيتاته مهرتنا عندهم دمو ودى جنات يقول ما صفات عند سماينا عند مدري هنا تشوا إن الزهاء بأ اللهنا بملك تنياو لما نسويت يستقجت شوا إلى الله وقال عندي يمسل من لا شي ستال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين ولقيتاته مهرات تشكد دمو ودى جنة مدقمو صفاتها يقولنا سبتوا سماينا مدر متكلوان الله لم يفروا سوج يتذقجت شوان لان يهم اللاش ميساتو من دنو يقول نصفاتها سبات مدرنا سبات سماين تاكل اللج قال المفسرون العرض أقصر الامتدادين مفسرون منالو عرض من لو يقول نصفات مالتنو كرزمتو تشلو أجرنال وفي ذكره دون ذكر الطول مبالغة رزمتو ساين نقر يقول نصفاتو موساتو سلا رزمتو بزون دي تحسبنا يبلت إلى ما قام أنت فلقونه. وروى السدي عن ابن عباس أنه قال تقرن السماوات السبع تقرن السماوات السبع والأرضون السبع كما تقرن الثياب بعضها ببعض فذاك عرض الجنة. ابن عباس رضي الله عنهما من ألا سماينا مدر عند لا يتأمرل عند لا يازن هلت لبسك عندما يازو يقن يجن السفات مالت يهنو على قن لقن سباتو مدرنا سباتو سماي تسلفو مالتنو. فإذا كان عرضها كذلك فما بالك بطولها لا حرمنا الله وإياك منها
يقول نصفاتها يهن يالكونة تادا رزمتها من يأكل يهن الله كم من نفقوت آيادرقاننا. أما الشق الثاني من السؤال وهو هل هي جنة واحدة أم جنات كثيرة؟ يتيك إيه أولدتن يوك فلما سؤال جنتنا تويس بزو جنتنا ولم يلو مالتنا فيجيبك عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ملسون يمسة رسول عليه الصلاة والسلام ناتشو. فقد أخرج البخاري وغيره عن أنس أن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه سهم غرب فقتله، فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها هبلتي، أجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه لفي جنة الفردوس. نبي عليه الصلاة والسلام زند أم حارثة متاتشنا واندما حارثة يبدر طول النت لا يموت ونبر تباراري طوراق داتمو قدلو نا من الاتشاة يا رسول الله حارثة يعني زند يلون ليبوتها لبي وست يلون ليبوتها قالوا لمهنو جنة وستك هنا نقروين على لكسم وإلا يمسرون يا يلو الاتشاة رسول المرات من نكاش أي مروش يتهيدة منا ولات جنة عند جنة بتامسلش عندهم ياقينيو إنها جنان كثيرة بزو جنة وشناتشوكو إرسو ما وإنه لفي جنة الفردوس يا جنة الفردوس جنة كفتنيو بوتانو ميقنيون. أما ريح الجنة عباد الله فيوجد من مسيرة 100 عام يجنة الشتاء ميقنيو با متو أمت رقت يكنو الله سلا جنة سنقر اندي هلا فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. الله اندي هلا جنة وست ونزوتش ألو من ماء غير آس كوهايهونو غير آس غير آسين مالت يقول ابن عباس غير متغير يلتلوط طعمه يلتغير ويقول قتادة والضحاك وعطاء غير منتن يما يشت هنا لله دجمو أنهار من لبن لم يتغير طعمه طعمه يلتلوط يا وتتم ونز الله بطعم طافات هنا في الحديث المرفوع لم يخرج من ضروع الماشية كأنساساتوش طوت ذات يلوطانو يمي لماله وأنهار من خمر لذة للشاربين يا متتم دغمون زوت شالو لم يتطو سوت مركنا بطام يميطفط مدفوش تا يلوم عيا استلام مطامو عند دنيا خمر ما يدلهم اي تاو بطام يمياسلست طامو يمياركا شتاو يميطفط. وفي حديث مرفوع لم يعصرها الرجال باقدامهم وندوت باقراتو بمرقط يلطمقوت نو وأنهار من عسل مصفى قرد تكالمار يهون دمهم ونزم الله في غاية الصفاء بطام قرد تالا بطام يميت أفد ملكم يميس لسد شتاهم يميركا. في حديث مرفوع لم يخرج من بطون النحل فنبوت هوديا الوطع مارنو تبلو النزي هلو يتبالد ابن المنذر عن سعيد بن جبير موقوفا عليه زقوتا كزيهم يبلت ولهم فيها من كل الثمرات كفرافريو تشينت هلو ألا لا تشو بوسطة مغفرة ربهم كقيتها تشو زندي هنا مهرات ألا لا تشو سنس أصغر من ألا كمن هو خالد في النار ينهلو ياكين ينهلو يتعدل جهنم مستقبتو كزوت تروقع كل نونة وسقوا ماء حميما جهنم مستقلوت كمتن بلاي كذك بلاي يفلا وها نديطو يدرقالو فقطع امعاءهم يودقاتشون اندالا يبطاطسوال الله يطبقهم. يبتشم مرلم للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن كلؤلؤ يتسرى دنكوانا له عندها كفتنات كفتتا لات رزمتها 6 ميل للمؤمن فيها أهلون يطوفون عليها يطوف عليها المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا زا دنكان وست مسلمو بيتسبوت شالوت مستوت مالتنو هلو نمي قبنيات شال
عندها للاونة طيب. فيها إيه بتشار اللم في الجنة شجرة يسير الراكب الجباد المضمر سريعا السريع 100 عام ما يقطعها ترابها المسك وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين زاف ال يا فرسنيا دالابي بتام تنكارا بتام يمي قلب فرس فرسنيا بتام يمي روت فرس متو أمت انكارتو ليدر سونا لقارتو يما يشل تلا إلا زاف الله أفرو مسكنو بتكلو وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين نفس اللو متفلقو عينه اللو ميركاو الله أرى لي لامس أقالنا انديها له رسول فيما رواه أنس بن مالك وهو حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا اللهم اجعلنا منهم جنة وست قبايا الدرش ألا ألو رسول بي جمعة وبي سامنتو يمتقلو يجن السوج كذا يسمي النفاس ينفس للنس لاي سونتنا لبسات شولاي فيتات شولايم اندال يعني صدقون ملكون جيتون يرجبات شوال ملكنا قنجناني تأمر اللو وده بيسبو تشاتشو كمتوبو هلا بيسبو تشاتشو من ديلو اتشوال بطاما واراتشو كنيا كترياتو هلا قنجنان تأمراتشو سيلاتشو او انانتم كنيا بو هلا والله بطام امراتشو هل عشبرق اتشو هل يلو اتشوال لله كنسو يدر بنا للام سطو تعالى لجنة السووش لسيتوش يهدل اللاتشو بحرياتشو انقلسو اللاتشو رسول عليه الصلاة والسلام لو اندوش يميت تبدلو تنم يأقرأ من قراتشون سيقلصون له لألو في الحديث الذي رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح عن أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لأضاءت الدنيا ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها يجن السيت أن راسيت وتا من نساء أهل الجنة يجن السيت أن را وتا وده مدر بتم ملكت مدرون هلو تاشبرق اوالت مبرات مبرات تادرق اوالت ولملأت ما بينهما ريحا سماينا بمدر يالون هلو بملكام اير تمولاه نبرا ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها فراسو على يالو بفتا ويمشر دنيانا كوستوها دنيا وست كالوت هلو بدآن بلاتنو قالو نبي عليه الصلاة والسلام مسلمان سيتهوي انت ملكام كسراش اتشن سيتنا وراسو متمسيو مالتنو يجن السيتن يتبالو بحور العين بتا يتقدبا للم الله كنسو كسوا يادرقشنا واندوتشن ملكام كسراتو لات اتشن يمسلت ملكام سيتنو يمت التادلو وليابي سعيد رضي الله عنه في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور العين على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب سبحان الله الله أكبر ما أحلاها من يم يسلسل من يم يسكن حياتنا يألو من ألو رسول صلى الله عليه وسلم بسعيد بزقب حديث لي إذن أتون له نوالو هلت من حور العين كحور العينوش هلت مستوش اللو تالو بيان دندو لي سبا يجيت أينتوش اللو بتأم مرتنة تاتشو كسودنا تاتشو طرات يتنسى دقمو يبات تاتشو وستمكني كلبس تاتشو جربا يتايي ألالو رسول عليه الصلاة والسلام فاستعد عبد الله للقيا هؤلاء النزيه لما قنيت مزق جت اللبه أنت الله باريا ملفات متاقل اللبه بكلال أيد اللام يمقنيو أليس ما أحلى ما في الجنة هذا جنة استكالوت هلو كمرتوشو أندو يهر اللندي سنتون يمياسك أنا سنتون يميانك بقل أما جنة عدن ما يزال الأماوي جنة لمؤمنوش لأمانيوش زقجتش وما جنة لا تسل أسمع فرب الطبراني والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة أن الله تعالى خلق بيده لبنة من درة بيضاء
ولبنة من ياقوتة حمراء، ولبنة من زبرججة خضراء، وملاطها المسك، وحشيشها الزعفران، حصباؤها اللؤلؤ، وترابها العنبر. رواه الترمذي. جنة عدن، الله عز وجل إلى اللو، الله سبحانه وتعالى بجو فترات، لبنة من درة بيضاء، نتكونا لأولنا انقو فترات، انقا بلوكيتنات، للو بلوكيت رجمو من ياقوتة حمراء، اي كونا لأول، للو آدمو من زبرجة خضراء، ارنقا ديك هنا كميا مر كميا شبرك لأول، وملاطها المسك، ملستنيا ميا يجاتكو، مسك مبتقبالواش التونات ألو، وحشيشها الزعفران، الزامي اللو سارواك طلوا زعفران يمبالو بتام يمتافت شتا يلونو، حصباؤها اللؤلؤ تطرتها لؤلؤ ناتشو، وترابها العنبر، وترابها العنبر، أفروا دمو تشتو تشلو بتامر تشتا يلو عنبر نو ألو. نعم، من أين الجنة نو؟ الله كم يقبو سويت يا درقننا بمن يتزن بلو ميقن يللم لفات طرت تقات يتيك ببتال أسفل قبتال بلفات نجي مكراسك أي نايتو دنيا لا ينجي زن بلو اندفلقو بحرام تدستو يا الله من مريات أسو ينبيون عليه الصلاة والسلام سنة لقوه أي للم وإنما أن ينهلو متاد اليمي تشالو النسون بمكة تلنو سلفو تشنن أرايا أدرقو يهيوت مريبة مدرقنو يبتشار اللم منو تورتو ألك أي جنال ألكم سنتو ألا. حدث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام، والفردوس أعلى درجة، ومنها تخرج أنهار الجنة، والعرش من فوقها، وإذا سألتم الله تبارك وتعالى فاسألوه الفردوس. أخرجه الترمذي. جنة ألو متو درجاني ألوت رسول ألو عليه الصلاة والسلام كولتو درجة مكاكل يمتو يأكل يمتو أمترك أتعلالو فردوس دمو كجنة تشلو يلاكو جنة نو كزا جنة كفردوس الجنة كلان يو يجنة كفلكونو يا ويا جنة أردتو ونزوج يمي فسوت عرش دمو عرش يا جنة فردوس الجنة بلاي جنيال عند طاراوي هنال الله انت اداك طيقاتشوت فاسألوه الفردوس فردوس الجنة طيقوت ألو رسول اللهم وفقنا فردوس الجنة يا رب العالمين. وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. متفق عليه. زاد الترمذي: وهذه الأنهار تشقو من جنة عدن ثم تصدع بعد ذلك أنهارا. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وهو حديث صحيح. من قال النبي عليه الصلاة والسلام جنة استصر اللو تسقى سل جنة السرار سنقروا ولا جنة تشألو ألو كورك يتسروا سري تاتشوم وستاتشوم يالوت اكاوتش هلهم بعدتك علي كورك نالو للاهم وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما للاو تشولتو ليتجالو جنتوش دمو قالو كبر اكانو يتسروا تالو اكاونا وستو يالو هلو سبحان الله الله كم يتعدلو تيادرقن وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجللو ازاي تعدلو سواج جنة يقبو كقبو سواج النا يتاكتون كمن ملكت مكاكل إلا رداء الكبرياء يكرات كتانجي للا منم يلمالو على وجهه بالله لي في جنة عدن بزا جنة عدن وستألو. متفق عليه. ما مترميذي وزقبوت من تأمرو وهذه الأنهار النزيه جنة من تشوتشو كوالو يمي من تشوت تشخو من جنة عدن كجنة عدن با وتسيت تالبالو أين الدبس السيالو يوتألالو ثم تصدع بعد ذلك أنهارا كذابها لا عند ونزنت هنو يكففلالو يبتهتنا لسنة أتقال ألو رسول عليه الصلاة والسلام.
ولك يا أخي ويا أختي أن تتصور وتتصوري أن كل ما يجول بخاطر العبد المؤمن في الجنة حاصل له. ما السبب اللبن؟ يا الله بار يهون كوهي، يا الله بار يهون شوي. سبحان الله، ما السبب اللبن من دنو؟ بمو مؤمني هنا وسويه جنة وسط إيالة بلبو واللي يمي لو نقر كله يا قنيل. سبحان الله، تنشون أمي هون تلكونهم بنقاب قلت يمي قبع تلك نقرناه. لزهم من رجائي هنا زند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه. نبي عليه الصلاة والسلام زيبوتا لا يندانون مؤمن لجن كفلقى جنة وست كفلقى توش مهال أندونونا لجن كفلقى ارقزناو أولا لدنا ادميو بأند ساعة وست اندفلقوا هنو الزقاة جلتال أنو نبي عليه الصلاة والسلام. ما أحلاها من نعمة من أن يأم يامر بتأم كباد صقا هنو يمهنا جنيو ياهم يا اللهنا يملك تنيون من مريا لا كبرو سوچنا ونجي يهيمي هنو لما نم أي دلم. وإن أهل الجنة في حبورهم ونعيمهم عند الملك الخلاق ينعمون بكلامه. يا جنة سوت بلات شودستان ناس أقا فتاري هنا ونقو الزنج إن دالة بس السنبا ما نقر بتأم يدسة تلو بلم لكسو استنفاس التنفافس إن دم يقرأ اللت كله تسبيحنا من نسو اللهم مطرات يقرأ الله تعال كناتهم انديت انديه اي الدستو لمن كناتهم نبي عليه الصلاة والسلام من بلالنا وخارنا مسلم بزقبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة إن أنت جنة سوت شيلات شوال الله لجنة سوت تالو كذا النسوم أبيت لتال اللهن فيقول: هل رضيتم؟ تدستات شوالنا إلى شوال. فيقولون: وما لنا لا نرضى. ديت أن الدست إلى اللون نسوم. وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك كفترانوته لما نم يلستهون لن يستهن. أنديت أن الدست أنديت أن ركع إلى اللو اللهم إلى التوال. أنا أعطيكم أفضل من ذلك كزيه بتشالة كزيه تلين مستأتشها اللو إلى ال. قالوا: يا ربنا، فأي شيء أفضل من ذلك كزيه بلطن تشالة من دنيهن يا الله إلى تل. اللهم من إلى التوال أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. ينين وديتا ينين وديتا بأنهم تلاي أسفرنا أسرف الله تهال له لزلالهم في الصم على القط أباتهم بمالت الله يسلستها التوال. يه كدستو تهلو يلا كدستانو من أن يتعدلوا سواج بهنونه. كذهم يبلت ميسلستها التو نقر الله السم من دنو موت بصراط مهل متاردونه. في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. يجنة سوت ولا جنة كهلو بهلا يسات سوتهم سات كجبو بهلا موت عندما تايدرجنا بولتات شومهل تدرجو يتردهل. خزام ثم يذبح ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت. إن أنت يجنة سوت هوي موت مبال يلم يا أسعد سوت هوي موت مبال يلم بلوم يتطرل. بزي ساعة تأدع يجنة سوت كدستا لا يدستا يتأمرلو يا أسعد سوت سم كهزل لا هزن كمريت لا يمريت يتأمرلو. فيا سبحان الله كزيه اللوم يبلت يمس دست دستا لا اللهم فيت من ملكت. روى صهيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
رسول منالو يجنس سوج جنتك قبوبها لا يترالو إن أنت يجنس سوج هوي بلو الله يترالتشوال متأمراتشو نقر ألا تفلق ألاتشو إلا تشوال آيلو تال دي في تاتشنن على نتأهلنم من دي كجهنم إسات أتبكنم جنة راس قبهنم من دي هزابها لالله يالون يفيتون قردوش يقفل لا تشوال لالو كزه يبلت يمياس دستنا يمياركا ستوتا عايقن يمالو تزيان ما سكتلو يهن يانببوت رسول ملكام لسرو السو ملكام يتوا جنة اللتلاتو تماريم اللتلاتو يميلو ما برعليو يهنوالو كل هذا النعيم يا أخي المسلم وأختي المسلمة في الجنة التي وعدنا الله بها إن صدقت الطلب إن صدقنا في الطلب وأتممنا البيعة مع الله يهلو تسقا يميقنيو ما تشينونو فالله قا يلنن قنن ينت قال كدان كاسامرننا لجنة يلن في اللاقوت ونتن ياكوننو الله اندي هلال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الله كمسلموت جنزبنا نبرتاتشون بجنة للووتاتشو قال قبتو الله تعال بزي أينت ملكو مالتنو لعمر الله إن الذي يفرط في هذا النعيم المقيم لهو المغبون مهما كان الثمن يا عبد الله فما بالك والثمن ليس فيه عنة ولا مشقة والله برقت يهن قامي تسقنا نعمة لا تاسو مالت شلا يا لسو مالت يكسر السنو الدل بيس مالت السنو يفلقه اتعود بيهون منكوا ميكفل اللت نقر ود بيهون منكوا أركامي الناس التي قنال اللهم يهن بما اسم الكتا يا رسول عليه الصلاة والسلام اندي هلو الله لأساسو مجرشا زكتن ياقطات لم يكتاو الله اندي هلوال لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به بمدر لا أندات بمدر لا يكالو هبتوت أندات نقر بنوره بيزا أرقاها صلفه مستو نقر على اللي إلا على الله سوي يوم آوسيل الله اندي هلوال أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي باباته جرب علي يالله كزي النسي نقر نبار يتأيكوه إرسوم بني لي هتصوم اندات تقرى انبي بلاقين أقرى بمالت الله إلوال يينو انقريه تلشو نقر يكفل متو ميتشال نقر نو محرمات أو ودنا قر ماغنيت يميتشالو ودنا قر ماغنيت يميتشالو نفسيانا الشنفو الله انفرتونه مالتنو تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا يا لو الله نزينتنو جن مرت جنتنو انين الفري لهون سونو يماس ورسات يا لو لما ورث زق الجو مهون اللبن جنة خوستوا يا لو عندان بحري يهن سمسل وجو اسمني مسلال أما من الخارج فإن لها ثمانية أبواب كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها باب اسمه الريان لا يدخله إلا الصائمون اللهم اجعلنا منهم يوجما سمنت بر وتشلوت كرسول بترققته مسألت عليه الصلاة والسلام كالنزي سمنت بر وتشمهال أنده ريان بالل لصومنيوت يتزقاج الله كونة إياس ومنيوتشنا كم يقبوت يادرقاننا يهم برمي هون يجنت بروتشن يمسك فتوت يمجم مراو رسولنا تشو انديه إلى اللو رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك يجنت بر ليك يام كلمه انا اندي كفت لين اطيق اللهن يالو طباقيوم اندي هيلنيال من انت محمد نين سلو قالو لانت اندي كفتني يتعززكوت كنت بستفيت لمانم التعززكم تبيي يبال اللهن يالو يهنو انغيره يجنت وجو مجمرهو اما الزمره الاول الاولى الذين يدخلون الجنه جنه وسط يميقبوت يمجمرهو زروت يمجمرهو جروبوت ما عندهن أتشو بلو رسول يسيّم أتشو عندما يتايه هنا ونو رسول صلى الله عليه وسلم يقلت أتشو بأين أتشن لك عندما ناو ونو صلوات ربي وسلامه عليه قال في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة
إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. مجمرة جهن جنة يمي قبوت يمي جمرة زروج شما قروبوش شرقا بصرا مستنيوكا بمتهن بد ملو هنا ونالو في تاتشو يا شبركا كب هنا ومالتنا. والذين يلونهم كطرا يمي قبوت قروبوش زروج دقمو على أشد كوكب دري في السماء إضاءة فسماء إليك اللو كوكبتوت الجيك بطام يميا برا قلوه كونو كوكبتوت جا يمسل اللول لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يتفلون أي صدر دمالو أي نفتهم أكتامن رباتهم النتفام مايلوم أمشاطهم الذهب ما بطرياتهم واركنو ورشحهم المسك لا باتشو شتونو ومجامرهم الألوة ينسو داتشا ويمسات مكتطيع بتام يميامرنو وأزواجهم الحور العين يستوتشاتشو حور العين وشناتشو أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء ينسو سنمكبار أتشو بحر أتشو بأندسو سنمكبار لينو يافتاتر أتشو هنيتا بأندسو نو بأباتاتشن أباتاتشو آدم ملكنا مثلنا 60 كن 30 متر قمتاتشو مالكنا يهنون قديه جنة وسط قالوا السويج بحر أتشو. ولعلك عبد الله وأمة الله تسأل إذا كان أهل الجنة يأكلون ويشربون ألا حاجة لهم إلى الاستفراغ؟ يجن السويج ميبلو ميتطوك هنا يهن نقر ماسوقر النا ماسوقر يلبات شو من دي موطات يلبت من دي يتكرر نقر تلي هنا ملسن ما نمسان هون أهنم رسول عليه الصلاة والسلام ستنا كما في حديث جابر عند مسلم وغيره إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. قالوا أي قال الصحابة فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. إذن السويتش بلالو يتطلو والو مراك متنو رباتشو نتفايلوم أكتام يلباتشو أي صلاة دمالو أي نفتهم. تارع صحابوش تيكو يمقبو وكيت مترشاو يتيرال سيراتشو منالو إرسوم قساتنا لابنالو لابهم شتاو عند مسكنالو إن السوبر جد اللهم ما مسجننا ما ترات يقرا اللاتشوال إن أنت استنفاس تنفاس ما تنفاس إن دم يقرا اللاتشو هلو يهنو انقريه جنة وستي الله هني تاء كالنزيل مهون بزوم الفات متاتكنا مسرات أسفل لقال الله يوفقنا. وعلى أهل الجنة منزلة هم أهل الغرف فما منزلتهم ومن يكونون جنة وست تلك درجة اللاتشو يا غرف بالتبيتو تتعالوا ناتشو لمهنو من دنو بيت هاتشو إنما الناتشوز من لاشون أهنم المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يستنهن. روى أبو سعيد الخدري في الحديث الذي أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم فما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يجن السويتش قالوا يا يغرف بالتبتوش مبالوتن كلاكتو لك بركت يلن كاكبتوش روك كاكب بركت اندمتاعت هلو النسوم يا تعلل بمكاك كلاكتو يلن مبالالت بتام روك هنو كاكبتوش لك اندمي روكت هلالو. يا رسول الله لاتو او يه يا انبياء وش درجانو من ما يدرس هاتشو مالتنو سيلاتشو ليتا علو والذي نفس نفسي بجوبونا وقيتا امر اللهون نزي سويتش مالت رجال آمنوا بالله بالله يأمنوا قل سبوش ناتشو ملك تنيوتشنم أمنوا يتكبلوا ناتشو قالوا رسول عليه الصلاة والسلام. أما أدنى أهل الجنة منزلة كجنة سويتش مجرشا زكتن يا درجة اللهم ما يا رسول عليه الصلاة والسلام بن مسعود فزقب للمسلم لا يبال له حديث بنقرون مسارتنا لو رسول منالو جنة مجرشا يمي قبوصا عند قل سبنونو
السوبر قطن عندي يهدى ليلة قزيم يتدفع يقوازال ساتن يلبلبا وعلالو لك ساتن الفون دهيدا الله من إلال فقال تبارك الذي نجاني منكي كانت يتقبطين جيتا لكنا يقباو ترالت الله برقطن ما نم يلستون ستن يلال عند ذاتنا الله يسيوال جيتا ايه باكر جيتا ايه ورزاز تقان اندت اللبات يلال ما هنم اندت الله من إلال يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها من البات كستهو ليلة أنت تطيقني هنا أي جيتا ايه إلال قال إمي قبل ليلة أنت تطيقو اللهم عذري ستوال يما يتشلو يما يتاقس ونتاقس يما يتشلو النقر لياسا يون دميتشل سلميات ياستقوال ليلة ما هون ياسا يوال لندزيهو لكن ديه انديه إيالا بتدقى قامي مترش علي قال القبه اللي من دي الله إيالو اندزيه إياد الرقان مترش علي من إلال الله هاي يا أنت يا ابن آدم ما يضريني منك ما يصريني منك أي ما يقطع مسألتك مني أي يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها بزوك يربت بها من إلال أنت كني تسفى ما أتقرطم كل النقد طيق الله سلزيه دنيا وست يلون ناكو الصقاء يلون لك الصن بمثل أينت بسطه دس إلال سلو جيتي تاشف بني الله اندي إلال ابن مسعود ساك أنا من أنا اندي لمن ساك تترنيم رسولكو سكو كذابوا على لمن سيبالو من ألو أني أساك أن الله ما ساكو نعلو سويو بني تاشو تعلقت الله اندي أنت علماتو جيتاب ميلو جزيل الله الله من إلال لا أني اللي علقت بهد اللم ولكن جن أني يفلكتن مدرق يمتل جيتان أننا بمالت يلعللو نبي عليه الصلاة والسلام كذا أبو سعيد الخدري بني مسلم روالي كمرة الله عز وجل من إلال إيني انتيكن إلال بزون إعمام لتنو لك إن دال فإذا انقطعت به الآماني إن دال من يوتو ستناكك الله من إلال يزيهن أسر إطف درب ستتشحلو إلال كذابها لا بيت ياسقبال فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين ولتمستوتك حور العين قبل لتال فتقولان من لتال الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيته كذا من لتال الله نسقانا يقبو إن يالا أنت هياو أنت لن يهياو يادرق لقيتا كذا من لال ما نمني ستهو تنيهل ألتستهم من لال سبحان الله يمتر رشاء نستنيو يهكونا كفتنيوس من يهون لا إله إلا الله برقت كباد من يصف اللقو كباد من يوت كباد تكبار كباد ترهت من يصف اللقو نقرنا ومالتنا أرأيتم حال أدنى أهل الجنة منزله في جنة وست مترشى زكتنيا جنة يالله توسوت يهكونو تاريا إنه نعيم عظيم فما بالكم بأعلاهم كفتنيوس انديت يهون يهون ذلك زكتنيوس يستطول كتوالا وسطوتا نبي الله موسى الله انتيك ورسول عليه الصلاة والسلام عندنا قرن مجرشا جنة يمي قبو سوي يمي ستو من دنو يزيين يا دنيا سلطان ست اتشهلو يبال النامس قزي يزان اتغف درب أسر قزي ست اتشهلو تبلو يبال اللو كفتن يا وسا من دنو سيلاتو منالو أولئك الذين أردتو غرى أرد نما يفلقاتو ملكان باري وچين نزيناتو الناس تفلقا لا غرستو كرامتهم بيدي ينسو مكبري عنقر بأجي تكل كتنيني وختمت عليها نما تمي باتالو فلم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر اين ايتوت يماك جروس انتوت يماك بما ننسو لاي لبلاي واللبلو ماك نقر عزقاج تشلاتو انها والله عباد الله لفرصة عظيمة للراغبين دخولها لا سيما في هذا الشهر الكريم الذي يتفضل الله على عباده فيعتقهم من النار ويدخلهم الجنة تلك الدلنو لك الجايوتشنا لفلاقيوت لمقبات مالنو بتلي زيه بالنبات يتكبر يا رمضان ور الله لبارياوتشو بزوج روتان يمي لقسنا يمي سطبات كأسات نتقابيات شهالو بلو جنة يمي اسقبابات سلزي صلاة قديتا يونو صلاة وچن بمجامعة بمسجد لن التنكك قوكو ثلينوران يقبال صومات چننن اندا يقول تنكاكي مادرق اللبن ينا زكاتات چنن دمو نفسيات چن تدستا ناركتا ستا بكا بدستا لمي قبو مسلموش مستطا اللبن جنزب الله يسطونا حبت تينا يسطو حجن بآمت عندك زي مارق اللبت ولنأمر بالمعروف ولننهى عن المنكر ملكا من مازز كمتفو مكلكل اللبن
بشان نو يحل ولنا بر والدينا ولا جو تشن ملكا من دنول الجبال ولنصل أرحامنا زمدنا تنن تاليا انكتل حلالا حلالا نادرق حراما حرام بلن أمنا سنابك أمنراك بيتاتشنن الله كم يكوتاو نقره اللو انتبكاو إيان دان داتشن دمو عيناتشنن كحرام وندوتشنم سيتوتشنم انتبك لاساتشنن ذكر الناس تمري قبال ولتحرص المسلمة على الالتزام بحجابها الذي شرعه الله مسلم يونتشو أمسيت الله يرين الجقلاتن حجاب كراس صقراء سكاقر طفراء تتشفن قباتال وبطاعة ربها جيتان بمتازز لاي وبالاشتغال بذكره عن أعراض المسلمين والمسلمات فأمان سيتنا وندوتش لاي كبراتشون كمنكات يلك الله بمستاوس جزيان لتفجي قبال ولتطع زوجها بالان تتازز ولتحرص على تربية أولادها يجوتشان تنكباك بمساعدك لاي ليوغو قوت لنورات القبال يجوتشنهم كمسلموش قا جماعا دي سقدو الله اندي فرو ترو تربية للتادر قاتشي القبال عسى أن تكونوا من المفلحين الفائزين في هذه الجنان الكثيرات بالنزي بركات تاج النو توست لما قبتو لما التادل ادل نيوش انهن زنج واعقدوا العزم على دخولها لما قبات قرتوا وسنوا ومهما كان الثمن فادفعوه واقوا يفلقوا والدبيونم كفلوت لعلكم تنعمون بجوار ربكم الكريم فقيتاتهم قربة النابة ما قنيت اندت تدلوا وهذا داعي الله يدعوكم إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأجيبوه يا الله تطاري لنا من لا شطوت اللهم اجعل الجنة لنا مستقرا ومقاما يهنا ونقريه جنة انقواب علي ان الفالت ان نسر علت متادل اندنشل ملكاموت يتدلت هنا ونا الله إن ينم يدلن اللهم اجعل الجنة لنا مستقرا ومقاما ولا تحرمنا فضلك بسوء أعمالنا اللهم اجعل محمدا صلى الله عليه وسلم شافعا لنا وإماما واسقنا من حوضه واحشرنا في زمرته اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين اللهم يسر لنا أمورنا واستر عيوبنا وأصلح فساد قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.